السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو مختلف على اللي مولفين تشوفوه. اليوم كاينين مع الطباخه عتيقه المراكشيه ام صهيبات، معروفه بام صهيب. المهم هي صديقه عزيزه واخت، راه 10 سنين هادي مده باش كنعرفها، وكان اقتراح من عندها انها اليوم بغات تقاسم معكم بسطيله. هضري لينا عتيقه على البسطيله. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، اش اخباركم؟ مرحبا بيا عند قناه جيجي. كنتمنى نكون ضيفه خفيفه عليكم، واليوم غنقدم لكم بسطيله ان شاء الله ملكيه في المذاق والشكل ان شاء الله، وغتعجبكم. واللي محتاج شي حاجه يتصل بيا، نعطي المقادير ديالها بكل فرح. غنخلي لكم جيان النيميرو ديالي في صندوق الوصف. المهم اول حاجه غادي نبداو بها ان شاء الله، المهم سميت البسطيله، هي بسطيله ان شاء الله غتكون بالبخاليني والدجاج طيب باللي بعصر الليمون ومنسم بالقشور ديال الليمون معسلين. المهم البسطيله اخر ما كاين في البسطيلات ان شاء الله، وكنتمنى تعجبكم. اول حاجه غادي نبداو بها ان شاء الله، غادي نطيبوا الدجاج ديالنا من بعد ما غسلناه وسقطرناه وبيتناه في الثلاجه. غادي نطيبوه بالشرموله ديالو. غادي الشرموله غنحتاجو فيها ان شاء الله، كنشرملو الدجاج ب كنديرو شويه القرفه، معلقه هكا صغيره القرفه، معلقه ديال صغيره ديال السكنجبير، كنديرو واحد جوج باديانات، قريفه عواد، شويه ديال السمن، الزعفران شعره كنكونو مرطبينه في واحد الكاس ديال الماء. المهم الا نسيت شي حاجه غيكون المقادير غتكتبهم لكم جهه ان شاء الله. المهم دابا مع شويه كنزربو قبل ما يجيو الدراري من المدرسه، وهذا كنسيت شي حاجه غادي تكتبها لكم ان شاء الله جهان. كنشرملو داك الدجاج ان شاء الله، ومن بعد ملي كيتشرمل كنكونو وجدنا الكميده فاش غادي نطيبو داك الدجاج، كنقطعو فيها تقريبا. انا دابا غنصوب جوج بسيطلات مجهدين تقريبا ديال 6 الناس، جوج ديال 6 هكا ماشي بساط الكبار. حتى جيت لهم 2 كيلو ديال البصله قطعتها ومشنفها مزيان ودرتها في الكميده فاش غنطيب، وديتها شحرتها بشويه ديال السمن وشويه ديال زيت العود والزيت الروميه. من بعد ما تشحرت شي شويه حطيت داك الدجاج اللي شرملت، اللي مشرمله قلت لكم بالقرفه، ودرت شويه الباديان وقريفه عواد والزعفران شعره والخرقوم البلدي وشويه المليحه، وتقريبا واحد 2 معلقة كبار ديال قزبر والمعدنوس مخلطين. بعد ما شرملته حطيته في ديك الكميله، شديت تقريبا واحد 2 كيلو ديال الليمون عصرتها، وهو تيتشحر داك الدجاج عصرت 2 كيلو ديال الليمون، هو باش سقيت ما سقيتش بالماء. هذا هو الاختلاف ديالها بينه وبين البصله التقليديه اللي كنعرفوا، بلاص ما غتروي بالماء كتروي تقريبا داك ايترو ديال الليمون عصير. صافي ملي كيطيب الدجاج ديالنا كنحيدوه وكنخليو ديك المريقه كتوكح مزيان، وهي كتوكح وحنا كنفرتسو داك الدجاج ديالنا كما شفتو انا هو قدامكم. ملي كتوكح ديك المريقه تقريبا كنكونو وجدنا تقريبا البيض اللي غنديرو فيها. انا كما قلت لكم دايره 2 بسيطلات مجهدين، يعني درت 20 بيضه. البصله الكبيره كندير فيها 14 بيضه، هادو بسيطلات مجهدين درت تقريبا 20 بيضه، غتقسميها على جوج. صافي تبقى توكحي فيها توكحي فيها حتى ما يبقاش يحس الماء، ومن بعد كديرها كتسقطر. ها هي مسقطر مزيان تقريبا، صوبتو شي 4 السوايع هادي باش صوبتها هو مسقطر باش ما يترتمش لينا الورقه وما تجيش ما يجيش فيها الكروكون. صافي نحل المرحله الاخرى. تاني شديت اللوز كل واحد كلشي كيعرف الطريقه ديالو، كتسلقيه كتفسخيه كتبيتي عليه لينشف، ما تستعمليهش في النهار بنهارو، ضروري يبات ليله باش ينشف مزيان باش يكون حتى هو في داك الكروكون ما يجيش حتى هو مترتم. مصطلحات مراكشيه. صافي ملي طحنته تقريبا دابا عندي هنايا نص كيلو ديال اللوز، هو في الطوطه خديت كيلو الا ربع ديال اللوز، ربعه ديال اللوز طحنتها بخاليني، غنخلطها مع الدجاج. اللي بغى البخاليني دابا نكتبو لكم حتى هو الطريقه ديالو كيفاش كيتصاوب، ما تحتاجوش تشريه كلشي يكون ديال الدار. هذا ربعه قلت لكم تاع البخاليني غنخلطها مع الدجاج باش تجي ديك التعليكه في الدجاج. وهذاك نص كيلو ديال اللوز فسختو من بعد ما نشف وتقلى، طحنتو تقريبا مع واحد 100 غرام ديال اللوز ديال عفوا ديال سنيده. صافي دابا غنعطر دابا اللوز، دابا كلشي موجود عندي هنايا، بقى لي عين ديال البخاليني للدجاج، ونعطر سميتو هذا اللوز بشويه ديال القرفه، شويه المسكه حره، وشويه ديال الزهر، واحد معي شويه ديال الزبده باش ما يجيش ناشف ملي كتكون ملي طيب البصله ما يجيناش داك اللوز ناشف. دابا المرحله اللي جايه دابا هي غنصوبو اللوز.
اللوز غادي نديرو فيه تقريبا واحد معلقة كبيرة ديال الزبدة تقريبا، غنديرو شوية القريفة، غنديرو شوية ديال روح الزهر، مكيعجبنيش ندير فيه الماء ديال الزهر كي تيديرو لا بليباغ، ولكن تيتر تمشي شوية اللوز كيجي كيفزقو، أنا كنبغي اللوز يبقى هكا في الكخوكون ديالو، كنفضل روح ديال الزهر. وداك البخارين اللي وجد تقريبا ربعه ديال اللوز كما قلت لكم في الاول، النص ديالو غنديرو مع اللوز، والما باقي غنرميه في الدجاج باش يجي الدجاج معلك ما يجيش ناشف في الماكله. وحاجه اخرى اللي غادي زدت لي في فسميتو في هذا مع اللوز هو داك العسيله فاش عسلت القشور ديال الليمون باش يجي حتى اللوز ملسم تقريبا واحد جوج معلقات كبار. كي درتي لهذوك القشور تاع عسلتيهم؟ القشور ساهلين، كتشدي قياس ديال الليمون اللي بغيتي داكشي عشوائي، ماشي حتى الا كان كثير ماشي مشكل تخليه في الثلاجه حتى تجي في الكيكات في لي كاب كيك ديري في اي حاجه. كتشدي الليمون كتحيدي منه داك البيض ديالو، كتاخدي يدك الطبقه الليمونيه ديالو كتسلقيها تقريبا شي 3 ولا 4 المرات، حتى كتحيد المروره كتبقي تبدلي الماء كتسلقي وكتعاود تبدلي الماء حتى كتحسي بما بقاتش فيها المروره، كديري فيها قياس ديال السكر وتنقصي عليه العافيه وتخليه يتعسل. طريقه سهله ما فيهاش شي حاجه بزاف. دابا غنخدم هذا اللوز اللي نسمت، زدت المسكات تاع هي مدقوقه تاع هي كتعطي نسمه زوينه في اللوز. صافي تخلطي مزيان تنسجمو كلشي ونحطو على جنب. دابا غندوز للمرحله اللي الثالثه هي نخدمو الدجاج حتى هو داك شويه ديال البخارين اللي زدت فيه، نعاود نزيد شويه القرفه نسم بها، انا كنحمق على القرفه في هذه البسطيله كيعجبني تكون مسمه مزيان. ودوك قشور الليمون اللي قطعتهم هكا رقيقين حتى هما معسلين، اللي معسلين هما اللي عسلت قبيله وخديت داك السيرو ديالهم درتو في اللوز صافي، ودوك القشور هما اللي شديتهم قطعتهم هكا رقاق حتى نزيدهم على الدجاج. تقريبا شحال تكون الكميه اللي اللي تقريبا جوج ليمونات كبار صافي، نافي جوج نافي كبار هما اللي جي ليهم صوبت صافي. ونخدموهم دابا نخدمو هادشي مزيان تنسجمو كاع العناصر. دابا غندوزو ان شاء الله للمونتاج، دابا باش ما تعطلوش غتحلو كاع الوريقات اللي عندكم باش غتمونطيو البسطيله، كتحلي وكتدهنيها هكا بالزيت وتحطي، طريقه احترافيه ياك ديك القضيه ديال الا بيطيبي في الفران من الاحسن ديري الزيت. انا ما كنستعملش الزبده بتاتا لان تتقلب معاك فعلا فيها واحد البورسونتاج ديال الحليب، داك الحليب ما كيخليش الورقه تجي مقرمشه هذاك الشيء. بالصيله بغيتيها تجيك مقرمشه وناجحه دائما الزيت. دابا غنبداو المونتاج. المونتاج اول حاجه غناخذو الصينيه ولا لاطه فاش غنخدمو، المهم داكشي فاش موفا كدير بسطيلتك كدعني هاد الزويته مزيان الجنيبات هكا، وتبداي تسرحي دوك الوريقات اللي ديجا نتي دهنتي، يعني ما غتحتاجيش باقي داك دهن دهن دهن، نتي دهنتيهم وجمعتيهم وسهلتي عليك العمليه، هما كنجبدوهم قادين مسربين ما كيعطلونيش ديجا مدهونين. هاد الطاوة تقريبا شحال كتهزلك؟ ربعه ديال الوريقات فاش اه كدوري ربعه، ولكن انا ما غاديش ندير ربعه نديرهم قلت لك مجاهدين، غندير غير تقريبا ثلاثه ما غاديش نكبر بزاف، ماشي بالسله ديال 10 الناس هي ديال 6 الناس. غنحاول صافي نبدا دابا نصوب الطبقات ديالي. اول حاجه غنبدا بها دابا ان شاء الله هي البيض، البيض ولكن تنجي دابا انا عندي جوج بساطل، غندير داكشي بالعبار
كندير الزلافه هنايا والزلافه باش نخلي الاخرى، وهكا تنبقى تنفرق باش يجوني قد قد في العبار ملي يطمونطاو. الدجاج من بعد ما حطيت البيض دابا كنحاول نقاد واحد السيخكل مقاده باش يجي بسطيلتي مصوبه. صافي الطبقه الثانيه ان شاء الله هي دابا الدجاج، الدجاج تا هو غنعبرو باش يجوني قد قد. ندير زلافه في هذه اللي محطوطه هنايا وزلافه كنخليها الاخرى وهكا كنفرق. دابا من بعد ما زلنا درنا البيض دابا درت الدجاج اللي مخلط مع البخاريني ودوك القشور ديال الليمون معسلين ونيكاليزي داكشي باش يجي مقاد ماتجيش بلاصه فيها وبلاصه ما فيهاش، كنحاول ايكاليزي كلشي. تبارك الله بسطيلة عامرة هادي ما كبيراش، هادي قلت لك ديال 6 كيلو الناس عامرة. ايوا كاين الناس ما ياكلو لكن بعض البسطيلات كتلقايهم مقاد. البسطيله كتعجبني تجي عاليه ماشي نبقى نديرها عريضه منشره، لا كيعجبني العلو تجي في ليبيسور ديالها عاليه. هاد كاين البسطيله كتعجبني. دابا غندير الطبقه الثالثه اللي هي اللوز اخر طبقه. اعتقا هاد البسطيله نقدروا نكونجليوها ايه واللوز زعما ما صيفطهم كنصيفطهم من فرنسا 6 ديال البساط ديال واحد الاسبوع صوبتهم على تيسا وتكونجلاو ومشاو في الطيره حتى لفرنسا وداروا بهم اسبوع باقي في فرنسا. واللوز ما يوقع ليه والو لا تكونجلا لا ما تخافي والو. لا الزلافه هادي ندير الزلافه الاخرى اللي بقى نقسمو لهم ثاني باش يجيو قد قد. ديك الطبقه ديال اللوز غنيكاليزي انا اللوز ديجا ميدام درت فيه الزبده ومخلط مع هذا سميتو يعني ما نحتاجش باقي نزيد لا زيت فوق منه لا والو. لا بلو بار ملي كيدير اللوز عاد كيبدا يرش بهذا، انا خدمت اللوز هو الاول عاد درتو. دابا غندوزو للمونتاج. دابا غنجمعو لها جنيباتها بعد ما تصوبات. دابا اللي كتعرف تلمط تبين حداكتها راك تلمط. صافي وكنبداو كنسوديو بالصفار البيض ولا البيض البيض اللي يعجبكم كلشي المهم هي تجمع باش ما يطلعوش دوك ملي تسخن الورقه ما طلعش صمت. عرفتي البنات غير دابا مازال ما طابت تبارك الله الريحه عاطيه باينه فيها غير من ريحتها والمكونات ديالها اكيد غادي تجي لذيذه. ندهنو بالزبيده هكا ندمو صافي. دابا كنسترو دوك العيوب ديالها كنزيد الوريقات من الفوق ديرو وحده هكا كتعاوديش كي درتي لتحت ديري لا لا صافي. دابا كنسترو لا غادي نعاود نزيد هكا وريقات في الجناب باش ما تخرجليش الحشوة ضروري ضروري. دابا هاتي هي باش ما باش تقاد لينا عاد كتغطي الوجه ديالها عاد دابا غندور عليها عاد غنعاود طلميطه اخرى تاني. فعلا هكا كيضركو كامل لي ديفو وما تعذبكش الحشوة ملي كديري ديك التحتانية هي اللولى. اه بصح قبل ما تزيد تلمطي كتحاولي البيض دوك الفرقات اي كتسديهم بالبيض باش ما يطلعوش ليك ملي يدخل العافية. باش يصمتو على بعضياتهم وكديري واحد شوية ديال الزيت هكا كتعاونك في الطلمات. صافي تبداي كدخلي الورقة كتدوري وكتجمعي لها جنيباتها. شتي البنات تبارك الله راه ماشي تقولوا صغيره راه 6 الناس ولكن تبارك الله راه هي كما كتبان مع حلوه كتكون شويه لا الحجم كبيره تبارك الله العلو اللي فيها والعلو بزاف 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 بزاف
ماشي بينها تكون منشره وخاويه على هو اللي كي لا لا تبارك الله حتى في الدوره ديالها راه كبيره عاليه وكلشي صافي. كنعاود ندهن دابا هنايا البيض ديال البيض باش تلصقينا الورقه اللي غادي نديكوريو بها. هاد الوص كندير فيه دي زاروندي فيلي كتشريهم من الاول كيدخلو معاها باش يتحمر معاها ماشي حتى يطيب عاد لا من الاول حيت ملي كطيب صافي كيبقى عنس قابل للعسل. ونديكوري داكشي بالبريوات حتى هما معسلين معمرين باللوز كنديريه في الوسط حيت الجناب غندير فيه الورقه راه بسطيله ملكيه نيت كي قلتي تبارك الله راه فيها وفيها بزاف ديال الحوايج اللي زايدين عمرا لوز نيت دابا من بعد ما درت اللوز يفيلي في الوسط دوك الجناب ديك الورقه اللي غتشيط ليك ما تبقاوش ترميوها كتقصوها بحال هكا رقيقه دير في الكونجيراتور وقت ما عندك شي حاجه تبي ديرها تزوقي بها مابقاش تضيعوا الورقه الا شاطك. نحاول نقصها رقيقه تجي بحال سباكيتي اللي عندو الماكينه يدوزها فيها هي دوز حتى من الماكينه كتجي اسهل لما كاينش نجبد الماكينه على شي شويه صح. من بعد ما قطعت الورقه بحال شكل السباكيتي انت كتشوفو مدهنا بشويه الزيت كنحلها شي شويه هكا باش يتفكوا على بعضياتهم وتفرزو باش يتكرملو في الطياب صافي. فنعمر دابا دوك الجناب اللي بقاو نعاود نعمرهم هكا كنحاول نقاد داكشي المهم كلشي هادي راه مرحله كلشي كيعرف ليها تحاولي تجيبي الديكور هو هذاك نغطي بالورقه التحتانيه كلشي غيطيب اجي كلشي غيجي هو هذاك كون كانوا كل وحده كون وقتكم كاملين باش تجيو ذوقوا غير ملي وريتينا سير المينا الله يجازيك بالخير واش غادي يجي هو هذاك طايب ما تخافوا حتى شي حاجه صافي. والوقيته اللي غنبغي نديرها ثاني في الفران كترشي واحد الرشيشه ديال الزيت وما ديروش الزبده ما تنستعملها ما تنبقاو بليها حتى في الوجه حتى في الوجه هكاك حيت انا كنستعمل الزيت ولكن في الوجه كنرش شويه يعني بتاتا الزبده والشحم قرب ليها والو هكا صافي. هذه هي بسطيلتي كتجي مقرونه مزيان صافي هكا من تجي طيبيها رشيها هكا ورميها في الفران وبالصحه والراحه. دابا باقي لنا التزيين بالنسبه للفران واش يكون ناقص ولا مجهد؟ هو غتسخنيه مزيان ملي يسخن غتنقصيه وتخليها وتعطيها وقتها كل ما تقبيها شي شويه تخلي داك سميتها هذا الماء ملي يعني يخرج الماء اللي فيها ياك ديرها كتقبا بشي كيغدون ولا بشي فورشيط غتقبا قدامكم دابا نيت باش تشوفوها صافي. ملي تبغي ترمى غادي تقبيها بحال هكا تقيبا هنا هكا ميكونش يتخلي لافابور ملي يخرج صراحه انا ما كنت تقبهاش هذه فكره جديده صافي باش كاع الماء اللي فيها يخرج جينا شفه وبالصحه والراحه. ودابا ندوزو العمليه ديال التزيين بالنسبه اللي باغي كونجليها صافي من هذه المرحله يقدر يكونجليها ممكن اللي غتكونجلي غتكون مونتيها فوق شيميكا ياك باش تهزيها بها ولا في شي تبصيل باش تلبسيها ليك الميكا وتحطيها هكا مقاده. دابا المونتاج ما تقدريش تهزيها هكا وهي ما تحس منها والو صح غتكوني فرش ديك الميكا اللي كتجيبي ديال الورقه تكون يعني كبيره زوينه غتفرشيها وتمونطيها فوق منها وتجمعيها عليها ديك الساعه وتهزيها بالميكا تحطيها في شي تبصيل في الكونجيراتور كما اختي ما بغيتيهاش جبتيها صوبيها وصحه وراحه صافي. بصيلتنا دابا واجده بقى لها يطيب. دابا ندوزو العمليه ديال داكشي اللي باش غنزينوها البريوات باللوز ونصوبو الكنافه نعمروها بالبيض ديال السمان. دابا بعد ما سالينا البصيله ديالنا درنا المونطاج حطيناها على جنب غندوز العمليه ندوز العمليه ديال التزيين. انا كنزينها ببريوات معمرين باللوز. اللوز طريقه باش كنخدمو كنقليه تنهرمشو بحال هكا تيطحن كنزيد عليه شويه القرفه شويه ديال المسكه الكوزه اللي بغاه اللي ما بغاش ما كنديرهاش ليه. المهم كنسمو بهذا الشيء بالمسمات ديال شي حاجه داكشي اللي حلو ونجمعو بالزبده ما كيدارش فيه السكر بتاتا لان هاد البريوات غيتقلاو حيت الا درتي السكر في اللوز ومشيتي قليتيهم تتولي كترجع ليك البريوه كحله داك السكر تيتحرق. اللوز ديال البريوات ما كيديرش فيه السكر
الا خفتي على وكاين هما اصلا العسل غيدخل ليهم. انا كنصاوبهم بحال دابا اليوم تنبيتهم في العسل حتى طلعت كنسقطرهم تيتحلو مزيان تيشربوا مزيان العسل ديالهم. المهم الاحسن ما تقربيش السكر كاع باش ما يتحرقش لك فيهم ويجيو كحلين. دابا غنقطعوا بريوات عطي ديال التزيين تدلو يكونوا صغيورين. كل بريوه بحال هكا غادي نفوق منها واحد 10 ديال كل بسطيله غادي نفوق منها واحد 10 ديال البريوات. دابا من بعد ما قطعت الورقه ديبون الكره تقريبا ديال واحد 5 سنتيمتر هكا باش يجيب صغيورين هكا نحط الحشوه ديالي. هكا الطريقه اللي درتي بخاتيك كتصلحي بزاف وتبدا كتسهلي عليك الخدمه فعلا باش تغير تسهلي ما تبقاش كل ساعه دير هكا هزها تهزها كتجي طريقه سهله. صافي دابا كنبدا نطوي اللي شتا ناقصه كنزيدها كنحاول يكون يجيو قد قد. صافي وندهن ديك الساعة عندي اختيار ندهن بالبيض البيض انا بقى ليا هنايا نورمالمون كندهن انايا بالدقيق مخلط نحاول ندير لهم هكا باش يجيو واقفين. صافي نصوب الثانية صافي غتستمر بنفس الطريقه تبارك الله ريحه الزهره عطيه في اللوز وفيها تستمر بنفس الطريقه حتى تكمل كيف سبق وذكرت لكم عشرات البريوات في كل بسطيله. انتما طريقه اللف سهله غير تحكموا في جمعي الجناب من الاول لوج جمعي الجناب باش ما تعذبكش. صافي وتبقي هكا غاديه وكتلتي فيها الاخر وسديها باش ما عجبك يا الدقيق يا البيض اللي يعجبك. وانا كنفضل الدقيق لان البيض ملي كتكوني كتقلي تبدا كيدير لك الكشكوشه في الزيت ما كيخليكش باقي تشوفي القاع ديال المقله ولا القاع فاش كتقلي على الكسرونه. دابا موجود عندي البيض قديت به حيت ما عنديش كميه كثيره يعني عندي تقريبا 20 بريوه ماشي مشكل يكون عندي كميه كبيره شي 2 كيلو ديال البريوات ولا 3 كيلو انا نسديها بالدقيق. دابا من بعد ما مونطينا البسطيله ديالنا وصوبنا البريوات اللي غادي نقليهم ان شاء الله ونديرهم في العسل ويباتوا فيه حتى غدا ان شاء الله فاش غادي نقدمها للناس اللي بغاوها. غادي دابا نصوب عشيشات ديال الكنافه. الكنافه بالنسبه للناس تاع عين زكان ما كاينش منين تاخذها من هنايا كاينه بلاصه واحده فين كتباع هي سوق الحد عندوك السوريين غتاخديها راه كدير تقريبا كيلو شي 60 درهم كنت كناخذها ب50 دابا ولات كيطلبوا فيها 60 درهم. صافي المهم كتاخدي القياس اللي غادي ندير. غادي دابا انا جوج عشيشات عندي جوج بسيطلات غادي ندهنهم بالزيت باش تجي مقرله ما ديروش فيها الزبده. صافي شي شويه ديال الزيت هاكا ونبقى نحلها تحل هاكا كتكون شويه هي دايره مجموعه كتحلي فيها هاكا. صافي الكنافه البنات راني سولت عتيقه قالت لكم ممكن تحتفظوا بها في الكونجيلاتور ما كيوقع بها والو جيبيها كاع بحال هكا وفرقيها بلاتي ياخذ عين 6 كيلو ب 6 كيلو اللي ما كيستعملها. انا بالنسبه لي كنبغيها بزاف كنبغي نديكور بها نديرها في الدجاج مشوي نديرها في بساطه الحوت كلشي كتعجبني كتجيني ديكور زوين تعجبني هي والبيض كناخذها تناخذ ديما كيلو تيسالي لي كيلو عاد نجيب كيلو. انت ما كتحتاجيش كميه كثيره فيها هي لا دابا شوف هاد الشيء شويه راه ندير بجوج عشيشات نقدر نشات كاع نقدر نحتاج شي شويه. صافي كنشد العشيش كندور عليه ديا هكا نبدا نحاول البلاصه اللي خاصه نزيد
هكذا صافي. نشلم البقيله فاش غادي ندير ولا فاش غادي نديرها كنحط هكا كنبدا نقاد فيه كنحاول نعمر الداخل باش يجي الداخل عامر. كما قلت لكم عندي جوج بسيطلات انا غنصوب جوج عشيشات باش غنديكوري صافي. بحال دابا هادي كتهز تقريبا 4 البيضات ديال السمان، كندير جوج بيضات ها هو البيض ديال السمان. فين كتاخدي في مرجان ياك؟ مرجان لي غون سيرفاس ولا كاين صحاب البيض. انا هنا حدايا كيجي واحد المول البيض كيبيعو وانا كناخذو ديما تيجيبو ليا وفين ما احتاجيتو كيجيبو ليا. كناخذ هادي فيها تقريبا 18 درهم مزيانه. باقي في مرجان كدير شي 20 درهم ياك 18 على حسب كل مره. وهي كناخذ هادي كيجيبها لي السيد ديما ب 13 درهم تيكون هنا حدايا ديما موجود صافي. هادي دابا كان العشيش كيهز 4، جوج كنخليهم بيضين وجوج بيضات كنسلق 4 البيضات، جوج كنخليهم بيضين وجوج كندوزهم في البافو تيجيو كحيلين تيعطيو منظر زوين فهمتي كيعملو ديك البيضيه ديال البيض. كندير جوج هكا وجوج هكا تيعطيو المنظر صافي. طيبها في الفران صافي. الوقت اللي كيطيب البصله نديرها دغيا هي تحمر. انا غنعاود ثاني ندير عشيش اخر كما قلت لكم عندي جوج صافي. كنلوي على يديا هكا البنات. طفات ليا الكاميرا ونسيت ما جبت الشارجور، غنكملو غير بالتليفون صافي. ملي كدوريها كتحاولي تعمري الوسط ملي غتحطي فيها البيض، وباش تقد مزيان كناخد شي كاس القاع ديالي يكون عريض بحال هكا كنضغطها مزيان في الوسط باش كنصوب. بالك جا مزيان اها باين مزيان. وراك على شي شويه هكا باش كيضغط ليا ونحاول نجمعها ونضغط الوسط. المهم عندي انا الداخل يكون مضغط يجي داك سميتو طلع لي من الشناب ياك. نحاول نقادها بيديا هكا والداخل يكون مضغط والعشيشات ديالنا موجودين صافي. ان شاء الله تطيب البسطيله وتسلق البيض ونصور لكم الطريقه ديال التزيين ديالها وملي غنسقيها بالعسل. البسطيله ما بقى محتاجه لوالو دابا، محتاجه غير ملي طيب نسقى بالعسل صافي. العسل هو اخر حاجه غنديرها ليها ونديكوريها بهاد العشيشات في الوسط ندور بها البريوات من الجناب. هادو العشيشات تحطيهم فوق داك اللوز ايفيلي فوق اللوز ايفيلي فين كيجيو فين تجي هاد العشيشه وفوق منها البيض والجناب ديروا منها البريوات كداك. المهم ديكور سامبل ما بغيش ندير البابيون ما بغيش ندير ديك الوريضات داكشي صافي. داكشي ولا كيجيني دي باسي. البسطيله تكون عاديه هكا ومبسطه ممكن يديرها اي واحد. البنات راه نخلي لكم الرابط ديال لاباج ديالها في الفيسبوك باش هكا تاخذوا فكره على الوصفات اللي كدير. كدير هكا بساط الدجاج، هي ما كتمشيش للتيوريا كعتيقه صنع محلي كتخدم في الدار البنات كتاخذ لي كوموند في الدار وتفين ما كنتو تقدر تصيفط لكم. لاباج راه كاين نيميرو التليفون ديالي كليكي على ابلي كاين نيميرو التليفون ديالي اللي محتاجه شي حاجه تسول على شي حاجه نسيت ما قلتها ولا تلفات ولا خاصها شي حاجه بخصوص هذا البصلي اللي درنا اليوم. وان شاء الله الا بقى العمر وبقى الوقت غنشاركوا ان شاء الله وصفات مع قناه جي جي ان شاء الله الرحمن الرحيم. واللي يحتاج شي حاجه يعيط لي راه كاين التليفون ديالي في لاباج اللي محتاج يسولني نفيدك بشي حاجه مرحبا. صافي البنات كي قلت لكم راه يدخلوا لاباج وغتشوفوا راه تدير حليوات كدير اطباق متعدده وتبارك الله راه ما تحتاجوش نشكر لكم راكم عارفين تبارك الله المراكشيات وحنتي ديهم والبنه والله البنات تبارك الله راه كنعرفك. قلت لكم راه معرفه سنين ماشي عاده نعرفها راه كتخرج من يديها تبارك الله الذهب. المهم البنات هي البسطيله كيف ما شفتوا وها هما البريوات. البريوات تقليهم ياك تقلاو ما يطيبوش في الفران خصهم يتقلاو ويطفاو في العسل ويباتوا فيه باش يشربوا. وهذه غتحطها في الثلاجه حتى الغد لي عاد غادي طيبها ما غاديش طيبها اليوم لان هي حاجتها بها غدا ان شاء الله. المهم الوصفه كانت هي هذه. من بعد راه غتصور ملي غادي طيبها تدخلها للفران غادي وديكوريها تصورها عتيقه وتصيفطها ليا وانا غنبارطاجي معكم الصوره ديالها. ها هما البريوات قلاتهم وخلاتهم باتوا ليله كامله في العسل حتى للصباح. بيض السمان فنداتو في البافو حطاتو في العشيشات وحطات فوقو باديانا. في جناب البسطيله درت البسباس كيف ما كتشوفوا وكانوا هذا هو الشكل ديال البسطيلات كيف ما كتشوفوا جاو غزالين.